اطباقنا الصيفيه ولسه مكملين شويه، يعني الشتاء لسه عليه شويه صغنطتين قد كده، نكمل في اطباقنا الصيفيه واطباق بلدي. اطباقنا من داخل بلدنا، عملنا مع بعض قبل كده لو تفتكروا، عملنا كفته الرز وعملنا الكباب الكوابري. كفته الرز يعني معروفه عند ناس كتير جدا بتعملها، يعني بلاد كتير بتعملها. الكباب الكوابري مشهور بمدينه ابو كبير في محافظه الشرقيه، وافتخر ان انا من محافظه الشرقيه. معانا بقى حاجه تانيه من محافظه الدقهليه عشان ما تزعلش مننا، معانا الكبيبه الغمراوي، وتحيه جامده جدا لاهل الدقهليه ومتغمر وكل حبايبنا ابن اللي منهم، وليا اخواتي كمان عايشين معاهم، ابله غاده، مالك، وطنط تاني ربنا يديها الصحه، دي اول حد انا ومامتها اللي هي حماه اختي اكلت منها الكبيبه الغمراوي، وما زلت باكلها من ايديها وحلوه جدا. وبرده بتختلف على فكره لما تاكلها من ايد اللي دايما متعود انه يعملها او ايد حد تاني. انا صراحه بحب اي اكل اي حد غيري يعمله. معانا النهارده زي ما قلنا الكبيبه الغمراوي. طيب هنعمل جنبها ايه؟ برضو حاجة كده بلدي شوية وحاجة كده خفيفة برضو وما توقفناش كتير. معايا كمان مكرونة محمرة، لا هي بصلصة ولا هي بقى بوايت صوص ولا بريد صوص، لا لا لا، هنعملها حاجة بلدي كده وخفيفة. وهنعمل كمان الكبيبة، هوريكم المسلوقة وهوريكم كمان المحمرة، ممكن تتاكل كده وممكن تتاكل كده. معايا بقى عصير منعش وحلوة قوي، ويعني هو شوية مش بلدي على أفرنجي زي ما بيقولوا، هنعمل مع بعض مشروب صحي وحلو قوي. الشاي الأخضر اللي بالنعناع هنعمله مشروب مع الليمون، هيبقى حلو جدا، حاجة مهضمة وحاجة لذيذة كده وفريش، برضو نلحق قبل الصيف ما يخلص وما نلحقش نشرب العصاير الحلوة بتاعتنا. تعالوا نشوف المنيو بتاعنا. زي ما قلنا النهاردة معانا الكبيبة الغمراوي، ومعايا مكرونة محمرة، ومعايا مشروب الشاي الأخضر بالنعناع والليمون. يلا شفتوا المنيو بتاعنا؟ على فكرة سهل وبسيط، هي الكبيبة اللي فيها شوية شغل بس مش صعبة، يمكن أسهل كتير من كفتة الرز. يلا بينا نرجع وننزل بإيه؟ ننزل بإيه؟ تعالوا ننزل الأول بالمكرونة. المكرونة عشان هتتحمر معايا واسيبها تستوي ونخش على طول في الكبيبة. المكرونه، مكرونه محمره، عايزه المكرونه المرمريه الصغيره هتشوفوها علشان هي دي، انا عايزاها تبقى زي فكره الرز كده. وبصله مبشوره، 2 فص ثوم، مرقه شوربه يعني، وملح وفلفل، كزبره، كمون، مكعب مرقه خضار، وماده دهنيه. صوروا وسجلوا، احنا هنعملها زي فكره الرز بالظبط. خلاص يعني هي الفكره بتاعتها زي فكره الرز، بس بدل ما اعمل رز عملت المكرونه. حابه تحطي معلقه صلصه، معلقه طماطم، مفيش مشاكل. يلا صورنا وسجلنا. اوكي، حط ماده دهنيه، سمنه، زيت، سمنه على زيت، براحتك خالص كده. بس هي التطعيمه كلها هتيجي من هنا، لان انا مش هحط لها صلصه او هحط لها اي حاجه. زي ما قلت لك هي دي المكرونه المرمريه الصغيره، عارفين بتاعه الكشري، هي دي. هبتدي ان انا احمرها كلها. خلاص اهو كده وهي بتتحمر هنشوف واحده واحده مع بعض. ادي البصلايه المبشوره، وادي مكعب المرقه، معايا مرقه الخضار، ما عنديش شوربه اقدر استخدم شوربه، بواقي فراخ اقدر اعمل بيها شوربه واشيلها عندي، ما عنديش بصلايه واعمل بيها شوربه، مرقه خضار هتكفي وهتوفي في الموضوع خالص. ده الملح والفلفل والكزبره الناشفه والكمون، بتدي تيست حلوه قوي مع المكرونه بالطريقه دي، حلوه قوي. ودي البصلايه وفصين الثوم، تعالوا كده ايه نفرمهم مع بعض كده. والمكرونة بتاعتي بتتحمر. خلاص احنا عرفنا الفكرة، بحمرها زي الرز عادي خالص. لما هتتحمر وتخش في التحمير هنزل معاها بالبصلاية، خلاص، والثوم، وانزل بالمرقة اشربها تشرب زي بالظبط زي الرز تتشرب، مش هسلقها وبعدين كده، لا تتشرب زي الرز بالظبط. حابه تحطي معلقه صلصه في الطماطم في الشوربه، اوكي مفيش مشكله خالص، معلقه واحده بس. انا هجيب كده واحط برضو ايه معلقه. ماشي، تعالوا كده ليكوا هناك بقى مع البطاطا مع المكرونه، وانا اجيب معلقه صلصه بس كده، حاجه كده تديني تطعيمه مش اكتر
مع المرقة بتاعتي. ناخد فصين التوم. تعالوا بقى وانا بجهز كده عايزاكم برضو ننزل بمقادير عشان يلحقوا يصوروا ويسجلوا معايا الكبيبة عشان هتاخد مننا وقت شوية. يلا بينا انزل عليها على البصل. الكبيبة الغمراوي، يلا بينا كده. شيل دول خلاص انا مش عايزاهم. معانا مقادير الكبيبة الغمراوي عشان انزل بيها وانا بحمر المكرونة. مكرونة صحية بتطير. طيب احنا معانا طبعا هنحتاج رز وهنحتاج لحمة مفرومة. معانا المقادير نزلت، يلا بينا صوروا بسرعة وسجلوا وارجعوا لي على طول. نص كيلو لحمة مفرومة هياخد 3/4 كيلو رز. انا مش هقول لكم مقادير اي حاجة تانية علشان ما تتلخبطوش. خلاص الفرق بين كفتة الرز والكباب الكوابري مش هجيب سيرتهم علشان ما تتلخبطوش. دي نص كيلو لحمة عليه 3/4 كيلو رز، عليه ربطة بقدونس، ربطة شبت، ربطة كزبرة خضراء، 2 بصلة متوسطة، 4 فصوص ثوم، معلقة كبيرة ملح عشان الرز واللحمة والحاجات دي كلها. معايا نص معلقة بيكنج باودر عشان تبقى نافشة كده معايا مش مكتومة، فلفل أسمر، كزبرة ناشفة، شطة حسب الرغبة، بهارات لحمة، وزيت طبعا عشان هنقلي فيها، والمرقة اللي هنسلق فيها، وبيض. وهنشوف احنا بنعملها ازاي. مش بتتعمل بالبيض والبقسماط، هوريكم هتعرفوا معايا الفكرة عاملة ازاي. يلا صوروا. يلا بينا ارجعوا لي. خلاص احنا سجلنا وصورنا المقادير، وتعالوا واحنا شغالين زي ما متعودين كده عشان نعمل كل حاجة معاكم واحدة واحدة وتبقوا شايفينها. معايا المرقة بتغلي، ما عنديش مرقة، بحط بصلايا، بحط البهارات بتاعتي، الحبهان، ورق لورا علشان اشيلهم. انا هنا هستخدمهم ورق علشان عايزه اشيلهم عشان هستخدم الشوربه بتاعتي. خلاص حبهان، ممكن احمص الحاجات دي وبعدين انزل بالميه عادي جدا كده اهو، وانزل بفلفل اسمر اطعم الشوربه بتاعتي. يلا كده عشان هنزل فيها الكبيبة زي ما هتشوفوا معايا ازاي، وهنبتدي من الاخر للاول كده. اديها ملح كده مكعب. اوريدي الكفتة هتبقى متطعمة وفيها البهارات بتاعتها وفيها الحاجات بتاعتها، بس عشان لما نزلها في المية او الشوربة برضو لازم الشوربة تبقى متطعمة، وإلا هتاخد من طعم الكبيبة بتاعتي. خلاص كأني بسلقها كده زي ما بنسلق المكرونة، لا انا عايزاها في شوربة. خلاص نعم فاصل. اوكي ليه كده؟ يلا هنطلع فاصل صغير وترجعولي نكمل مع بعض حلقتنا. فاصل ومنتظركم. انا مش عايزه اعمل اي حاجه غير لما ترجعوا لي. الشوربه بتاعتي غليت، ادي الكبيبه بتاعتي، هنشوف مع بعض كل الخطوات عاملينها ازاي. ادي كده بنزلها الشوربه، لازم تكون بتغلي انزل كده بالكبيبه. في طريقه تانية بيرصوها في الحله وينزلوا عليها بالمرقه، بس هي الحركه دي والفكره دي اظرف والطف كتير. معايا كمان انا عامله قطع صغننه للشوربه هوريكم هتبقى عامله ازاي، بس لا انا مش عايزه احطها دلوقتي، مش هتاخد السوى. ايوه خليها احطها كده في الاخر عشان السوى طبعا اكيد درجه التسويه بتاعه دي غير دي، الحجم طبعا هيختلف. ننزل بيها كده. يلا ما تخافيش مش هتفك، مسمغه معايا وهنشوف الفكره عامله ازاي. نزلنا بيها، هنخلي دول في الاخر، ننزلهم في اخر 5 دقائق او 10 دقائق. هتاخد مننا حوالي تلت ساعة كده تغلي معايا على نار عالية. خلاص وبعدين ابتدي اوطي شوية عليها. طيب ادي كده انا حطيت الكبيبة الغمراوي. المكرونة بتاعتي خلاص اتحمرت، هنزل بالبصلاية ومعاها التوم واشوح كده، وشموا بقى احلى ريحة من البصل والتوم. ومعايا البهارات كده، ادي بس البصلاية كده تست كده وتشويحة معايا واحدة واحدة اهو، ريحتهم بس تطلع كده. انزل بالبهارات، الملح والفلفل، كزبرة، كمون، بتدي تيست حلوة قوي كده. ما
معلقة الصلصة اللي احنا قلنا عليها كده، مكعب الخضار والمرقة، وهنحط بقى مية سخنة معانا. ظبطي بقى الملح والفلفل اهو كده. انا مش هسلقها، انا هديها هتبقى تستوي معايا زي الرز، كفاية كده. ولو احتاجت تاني مني ممكن احط مية، مفيش مشكلة خالص كده، واسيبها. احاول اهدي النار شوية عشان المكرونة تستوي معايا. خلاص، وادي الكبيبة زي ما احنا شايفين هنا، ما تقلقوش مش هتفك ولا اي حاجة خالص، تستوي بس معايا اهو كده. خلاص، يعني هي نص ساعة حسب الكمية برضو اللي انت عاملاها. اعلي على الزيت هنا عندي عشان لما تطلع هنحمر ونشوف هنقدم ازاي. طيب تعالوا بقى بينا احنا خلاص نزلنا بمقادير الكفتة، تعالوا اقول لكم بقى هنعملها ازاي، والفكرة بتاعتها والتكنيك بتاعها هيمشي معايا ازاي. خلاص كده، ادي الرز بتاعي انا غسلاه وسبته ينشف. هعمل ايه؟ هاجي في الكبة اديله تكسيرة بس. خلاص هديله تكسيرة اهو كده. تكسيرة بس مش طحن بودرة. خلاص، كل واحدة في الفرق بينهم اهو، تكسيرة بس كده اهو. خلاص، يبقى نص كيلو لحمة عليه 3/4 كيلو رز. بيفضلوا بقى طبعا يدقوا فيها بالهون زي كفتة الرز برضو علشان تدخل في بعضها وتسمغ المكونات في بعضها كده وما تفكش، لان دي مش زي كفتة الرز، الرز مطحون ناعم واللحمة بتاعتها اكتر، لا دي الرز كتير، فلازم اسمغ الحاجة بتاعتي الكفتة بتاعتي. هنزل بعد كده بايه؟ هجيب الخضرة والبصل، ربطة كزبرة، ربطة شبت، ربطة بقدونس كده، وانزل معاهم بالبصل كده، وانزل بالثوم، ممكن ننزل بالبهارات برضو بتاعتنا والبيكنج باودر. ايوه ماشي اوكي، مش عارف بهارات اللحمه كده في المعيد، في المعيد اوكي. طيب وننزل برشة فلفل اسمر ورشة ملح، وهخلي ملح وفلفل اسمر وبيكنج باودر برضو للحمة عشان تسمغ معاه. يبقى احنا كده حطينا، ضربنا الاول الرز بتاعنا، وبعد كده الخضرة، هنرجع تاني بس اضرب اللحمة برضو الاول لوحدها، وهنرجع تاني نضربهم مع اللحمة. مش هنضرب بقى الرز معاها في الكبة، ممكن لفة، يعني لو مش هتستخدمي طبعا الهون ممكن انزلها لفة برضو في الكبة تاني عشان تسمغ بس وتخش في بعضها. هنزل هنا باللحمة خلاص عشان تخش في بعضها، والملح والفلفل والبيكنج باودر علشان يسمغوا معايا كده. فالبيض ده هنحتاجه واحنا بنحمر الكبيبة بتاعتنا. يلا مجرد ما هي لفت كلها واتجمعت كده خلاص، شايفين هو ده اللي انا عايزاه. انزل بالخضره تاني كده معاها يلفوا مع بعض، ونبتدي نعجن بقى. حطينا البهارات وحطينا كل حاجه، ونبتدي نجمع العجينه بتاعتنا. عجينه
عجينة الكوبيبة. نعم، نقول ننزلها، ننزل مقادير الكوبيبة تاني وانا ببص على المكرونة. حد عايز المقادير؟ ايوة كده، حلوة قوي، لسه هي فيها مية. يلا مقادير الكوبيبة معانا، نص كيلو لحمة، 3/4 كيلو رز، وكمان ربطة بقدونس، ربطة شبت، ربطة كزبرة خضراء، 2 بصلة متوسطة، 4 فصوص ثوم، معلقة كبيرة ملح، يلا، ونص معلقة بيكنج باودر، فلفل أسمر، كزبرة ناشفة، شطة حسب الرغبة، بهارات لحمة، وزيت عشان هنقلي فيها، ومرقة للسلق زي ما احنا شفنا، وبيض للقلي يعني عشان نقلي بيه الكفتة، مش بتتعمل ببيض وبقسماط. يلا صوروا وسجلوا وارجعوا لي بقى وانا بضرب بقى. بس كده، كده حلو قوي. طيب عايزاها مش تقع، هناخد دي كده، شايفين هنا كده، ننزل كله بقى، دي لحمة يا جماعة ما فيهاش اي تهريج، يعني كده اهو، واخد من هنا كمان كده، احنا متابعين اللي على النار، المكرونة تمام، لو احتاجت شوية مرقه او ميه احط لها، والكوبيبه بتاعتي بتتسلق معايا على النار، لازم تتسلق، ممكن بقى تشيليها وهي مسلوقه او تشيليها قبل ما تتسلق في الفريزر وتنزليها وتستخدميها. خلاص، ادي الخلطه، اللحمه مع البصل مع الثوم مع الخضره، هبتدي اعمل ايه؟ تعالوا نشيل ده كده، هاخد من الرز واسمغ بقى وادخل الرز فيه اللحمه بتاعتي والخلطه دي، هي لحمه ورز بس، كل اكله ليها الطريقه بتاعتها والفكره بتاعتها، اهو كده بدخل في بعضه كده كانك بتعجني بالظبط. خلاص، هما بقى بيروحوا مدينها بقى في الهون زمان، ويصحوا بقى الجيران ويعملوا ازعاج، والناس كلها تعرف ان في كفته بتتعمل في البيت، والروايح بقى بعد كده تبتدي تطلع. هنزل بكميه الرز، ما تقوليش كتير، لا طالما احنا معايرين حاجتنا كويس تمام، اهو كده كده، كاني بعجن بالظبط، ده بيسمغها ويدخلها في بعضها، اهو شايفين، احط كل كمية الرز بس حبة حبة كده، كل ما بحط حبة وبعجن بتبقى بتساعد ان هي تدخل جوه بعضها. هجيب دي عشان الطبق بيجري مني كده، اهو كده شايفين احنا وقتنا قد ايه. اوكي كده اهو، هتاخد لسه، ما تقوليش لا كده كفايه، انا طالما معايره الرز بتاعي اهو، بس كده وادخل في بعضها. يفضل طبعا ان انا اسيبها ترتاح شويه، بعجنها بصبحها بقى مع زيت، هنشوف برضو دلوقتي اعملها ازاي وهي شغاله معايا، اهو شايفين كده اهو، ممكن اخد جزء منها اديله لفه في الكبه لو حسيت ان هي ماسكه خالص، اهي شايفين مسمغه خالص وماسكه في بعضها، ما بتتفرفتش اهو شايفين كده. خلاص، بس لسه في رز باين ما دخلش فيه اللحمه، هي كانت عايزه بس طبق اكبر شويه، بس مش مشكله، اهي كده كاني بعجن بالظبط. خلاص، خايفة ما عندكيش هون تديها ضربة، اديها بقى في الكبة ضربة بس، خلاص انا كسرت الرز وهي سمغت ما شاء الله في بعضها، ممكن اسيبها ترتاح شوية وبعدين ابتدي اتعامل معاها. تعالوا كده نجيب طبق فيه شوية زيت واوريكوا احنا هنصبع ازاي كده،
شايفين باخد بقى كمية. ممكن تعمليها رقيقة، تعمليها سميكة شوية زي ما انت حابة. باللي ايدي بس زيت عشان ما تلزقش معايا، شايفين اهي. وبعملها اقراص كده، هي بتتعمل اقراص مش صوابع عشان تبقى مختلفة بقى. كل بلد اخترعت الشكل اللي يناسبها واللي يفرق الاكلة بتاعتها عن اي اكلة تانية. كمان اهو انا عملت وحدات صغيرة، انا صراحة من الهواة الكبيبة، بحبها مسلوقة ما بحبهاش متحمرة، فيعني قلت اعمل وحدات صغننة وتتاكل كده هي بالشوربة برضو بتاعتها، يعني شوربة لحمة ورز عادي، يعني ايه المشكلة. دي تتاكل جنبها سلطة على فكرة حلوة قوي، يعني تبقى وجبة كاملة لان احنا معانا اللحمة ومعانا النشويات خلاص. وممكن اكلها زي ما احنا هنعملها النهارده جنب مكرونه، خصوصا اللي هي مثلا متحمره اقدر اكلها مع مكرونه. عايز تعمليها مكرونه بصلصه، بس انا قلت يعني تبقى اكله خفيفه ومناسبه للصيف والجو بتاعنا. اهو نعمل واحده كمان. عايزين تطلعوا فاصل اكمل ولا ايه؟ يلا ادي كده خلاص بنعملها بقى كده. ممكن اشيلها زي ما هي كده في الفريزر، او طبعا ما ينفعش اقليها كده على طول، لازم يا جماعه تتسلق، لازم اسلقها. يشيلها كده في الفريزر او اسلقها واشيلها مسلوقه في الفريزر وانزلها على طول تتحمر زي ما هنشوف مع بعض. نعم اوكي خلاص انا هلم اشيائي ونرجع مع بعض من الفاصل نشوف هنكمل حلقتنا ازاي. فاصل وارجعوا لي على طول منتظركم. ورجعنا لكم بعد الفاصل. انا كنت بظبط المكرونه، تعالوا شوفوا كده معايا. انا خلاص هي دي الطريقه، او اللي هي دي التسويه اللي انا عايزاها تبقى عامله زي الرز بالظبط. خلاص شربت شويه الميه اللي انا حطيتهم بالبهارات، ظبطت الملح بتاعها، الكزبره الناشفه والكمون جربوها معاها حلوه قوي، معلقه الصلصه ادت تيست شويه كده. خلاص انا محتاجه ان انا اطفي عليها واسيبها متغطيه لحد ما نيجي مع بعض ونقدمها مع بعض. خفيفة جدا على فكرة وسهلة، لو مستعجلة يعني تقدري تعمليها. خلاص طيب انا معايا الزيت هنا حطيته على النار علشان الكوبيبة بتاعتي. انا جيت ضربت البيض هنا بتاعي اهو، هي بتنزل في بيض بس حطيت ملح وفلفل على طول علشان ما يتزفرش. سواء تعملي حلو او حادق تنزلي بالفانيليا على طول على البيض علشان ما يزفرش، او تنزلي بالفلفل الاسمر لو هو حادق علشان برضو البيض ما يزفرش. المسؤول عن الزفارة هنا في اي حاجة على فكرة والزناخة هو الدهون والبروتين، هو اللي بيعمل كده. البياض فيه بروتين والصفار برضو فيه بروتين، فالاتنين بيتحدوا مع بعض يعملوا قمة البروتين اللي في البيض اهو. خلاص انا عايزاه كده، ممكن احط سنة مية، سنة مية تفكلي البيض بس من بعضه كده، بس كده. طبعا يفضل ان الكوبيبة بتاعتي تطلع وتبرد وبعدين انزل بيها بقى وابتدي احمرها خلاص، بس نظرا طبعا للوقت بتاعنا والدنيا بتاعتنا فاحنا يعني هي جاهزه معانا اهي. شايفين تعالوا كده نستلها شويه كده بسيطه ونطلعها خلاص. تعالوا بقى مش هنستنى طبعا الكوبيبه، نعمل العصير وبعدين نرجع تاني للكوبيبه. يلا ننزل بمقادير العصير بتاعنا النهارده او المشروب. هو مش عصير قد ما هو مشروب بارد نقدر نشربه، يبقى حاجه مهضمه، حاجه لذيذه وظريفه. مشروب الشاي الاخضر بالنعناع والليمون، معايا 4 باكت شاي اخضر حسب برضو الكميه اللي انت عايزاها، كوبايتين ميه سخنه واتنين كوب ميه بارده عشان ابرد بيه على طول، بس لما استخلص الاول الخلاصه اللي في الشاي. 4 ليمون، سكر حسب الرغبه، واوراق نعناع اخضر وحلقات ليمون، دي علشان يعني الفينشنج بتاعنا. انا بجيب الميه وبجيب مكعبات التلج عشان اقول لكم، هي مش تلج طبعا هو الشاي الاخضر. خلاص سجلوا وصوروا وتعالوا عشان اقول لكم، ايوه عشان اقول لكم الفكره والتكنيك بتاعها عباره عن ايه. يلا ادي الميه بتاعتي. يلا رجعنا، هاخد بس كوبايتين مش عايزه كل ده كده. كوبايتين ميه سخنه، هاخد الباكت بتاعي وانزل فيها كده، تاخد غلوتين بس، او ممكن اطفي دلوقتي على فكره واغطي واسيبها مش عايزه اكتر من كده
خلاص علشان استخلص، ما ينفعش استخلص منه بميه بارده، لازم ميه سخنه. الشاي، القهوه، الحاجات دي كلها لازم استخلصها بميه سخنه. عايزه برضو الشوربه لازم استخلص اللي فيها بالميه السخنه، ما ينفعش احط بهارات واعشاب مش هتطلع لي اي روايح خالص معايا. طيب بعد ما هعمل الموضوع ده كده اهي، شوفوا لونت على طول، تعالوا بصوا كده معايا اهو، شايفين؟ انا عايزه استخلص منه الخلاصه بتاعته، بتاعه الشاي والنعناع اللي موجود فيه ده، شاي اخضر بالنعناع كده. بعد ما بياخد غلوتين بسيبه واطفي عليه واجيب ميه بارده احطها على الشاي بتاعي كده، اطفي بس عليه عشان خلاص، واشيل دي كده. تمام، بجيب ميه بارده، كوبايتين ميه بارده وبحطها عليه. هنعتبر خلاص ان انا حطيت كوبايتين الميه. بجيب قوالب التلج عندي وبحط فيها المشروب ده، الشاي الاخضر، بعملها مكعبات زي ما انتم شايفين كده اهي، واسيبها لما تتجمد. دي بقى ليها حاجتين، ممكن اشربها وممكن اعمل بيها كمادات تحت العين. احنا عارفين ان الشاي الاخضر كمادات حلوه قوي للهالات السوداء والانتفاخات، والتلج عموما بيهدي الانتفاخات حوالين العين، فاحنا هنقدر نستخدمه في حاجتين. وبالمناسبه بنتي هي اللي علمتني الموضوع ده، وهي صغيره طبعا، هي غاويه بس الحاجات دي يعني، فوصلت للنقطه دي وبقت تعملها لنا ونستخدمها زي كمادات. انا بقى قلت ممكن نعمل برده منها مشروب الشاي زي الفيل ايس تي، بس انا هعمله بالمشروب مع الليمون ويبقى بالشاي الاخضر والنعناع. طيب هعمل ايه بقى؟ تعالوا كده، هجيب الليمون، وحلو قوي لما تعملي ليمون كده بقشره وتحطي عليه السكر وتسيبيه شويه، عارفه هيستخلص الميه اللي موجوده والخلاصه والزيست اللي هي النكهه بتاعه الليمون والزيوت اللي موجوده في قشر الليمون. خلاص ممكن انزل بوحدتين هنا كده برضو معايا، واحط بقى الباقي في تلاجة خالص كده، نسيبها شوية ونبقى نغرفها في الكوبايات بتاعتنا، وانزل بشوية مية كأني بعمل عصير ليمون عادي جدا. حطي شوية مية صغيرة واضربي. قبل ما اضرب تعالوا كده، عايزة اشيل حبة من الكوبيبة علشان تكون بردت معايا ونعرف، شايفين زادت حجمها زاد كمان ازاي اهي كده، عشان تبرد ونعرف نحمرها ونقدم الباقي يبقوا مسلوقين كده اهو. خدتش مننا وقت، احنا عملناها مع بعض وسلقناها مع بعض، وهنحمرها ان شاء الله مع بعض وناكلها برضو مع بعض اهو كده. لازم تبرد شوية. اوكي كده، اسيب الحبة الباقيين دول كده يكملوا برضو تسوية، لان التحمير هيكمل تسوية معايا كده. اظبط البوتاجاز بتاعي، بس كده خلاص، ونشيل دي. شايفين ادي اللون بتاعه اهو، استخلصت اللون بتاعه، وبحط عليه مية باردة عشان اساعد ان هو يبرد، واعمله في المكعبات كوبايتين وكوبايتين، يعني كل باكت بياخد على كوباية مية. خلاص يلا نضرب. انا ليه حطيت حبة مية صغيرين؟ علشان اعرف اتحكم واضرب كويس الليمون بتاعي مع السكر. لما بتحطي كمية المية كلها بياخد وقت طويل قوي على بال ما ايه ما يتضرب، لما انا مش عايزاه يعمل التلج. لا 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 كده. مطلوب مني ان انا اظبط الطعم والتيست بتاعه، بتاع السكر وبتاع الحاجات بتاعتي. مطلوب بقى مننا كمان ان احنا نصفيه
انا بس حطيت المكعبات الشاي علشان تاخد بس شويه من التست ده كده، ممكن اشيلها اهي عادي خالص كده اهو، اصفي سيبش اي حاجه، خدت الفايده اللي في الليمون كلها، مرطب ومنعش وحلو جدا بس كده. نشيل ده خلاص احنا مش عايزينه، نجيب الكوبايات بتاعتنا الظريفة اللطيفة. اوكي يلا كده نحط مكعبات، فين المعلقة؟ المعلقة هي بقى، انا مش حاطة ليه فيها سكر علشان اسيبها تدوب معايا كده، طول ما انا بشرب هي بقى اللي تدوب في العصير بتاعي واستمتع بالطعم بتاعها كده. مشروب منعش ولذيذ، صدقوني جربوه هيعجبكم جدا جدا وهتحسوا بالطعم. كل شويه هيسيح التلج وطعم الشاي هيظهر في الليمون بتاعي. تعالوا بقى نشيل الحاجات دي كده ونحط كده ورقه ايه، نعناع، بما انه شاي اخضر بالنعناع والليمون اجيب بس سكينه نظبط كده. يلا بينا تعالوا بقى نقلي بسرعة بقى كده مع بعض ونشوف احنا هنعمل ايه. معايا الكفتة بتاعتي اهي، وادي البيض بدون اي حاجة، ولا دقيق ولا بقسماط ولا اي حاجة خالص. خلاص عايزة دي معايا كده اهو، هاخدها هنا على البيض كده معايا بقى كده على طول. اوكي شايفين كده، وانزل في الزيت على طول اهو، واحدة واحدة اهو. اوكي لازم كله يدوق لا حلوة قوي على فكرة ولذيذة، ومن الحاجات اللي سهل جدا ان انا اعملها فروزن في الفريزر واطلعها استخدمها في اي وقت. عندي بقى عزومة، عندي ضيوف، فجأة هتنقذك. وتحية جامدة لأهل ميد غمر والدقهلية كلها. كده ليه بقى ما بيعملوهاش بيض وبقسماط؟ والله انا ما اعرفش، هما بيعملوها بس كده يعني كتحميره، ممكن من غير البيض على فكره، بحب ساعات احمرها بس كده يعني زي تشويحه كده زي البرجر كده. كده اهو هنكمل الباقيين، نزلها كده في البيض. تعالوا بقى نقدم مع بعض اللي هي اتسلقت معايا، نشوفها واحنا بنقدمها كده. تعالوا نقلب دي الاول، ما بتاخدش وقت خالص. البيض طبعا احنا عارفين مش هياخد وقت اهو كده. في بقى كمان ممكن تتعمل بالجمبري، ممكن تتعمل بحاجات تانية، نجرب ممكن كمان نعملها بالفراخ، والله برضو تبقى فكرة للناس اللي ما بتاكلش لحمة عشان لو عندها اي مشاكل مع اللحمة والكوليسترول. فنبتدي نعملها. دي المكرونة بتاعتنا، تعالوا كده نديها تقليبة برضو اهي، شايفين زي الرز بالظبط. وادي الكبيبة بتاعتنا المسلوقة، دي احلى حاجة تاكليها كده مع شوية الشوربة اللي نازلين منها، يعني حلوة جدا. تعالوا بقى نجيب كده الاطباق اللي احنا هنقدم فيها. تعالوا كده كده، وطبق للشوربه، ولا نقدمها في ايه؟ اه حلو ده. اوكي هيبان عايزه طبق صغير، تعالوا نجيب طبق صغير نقدم فيه اللي هي ايه الصغننه خالص كده. يلا
هنطلع الكبيرة الأول. لا استوت خلاص. طيب بما اننا هنعمل طبق شوربة، تعالوا كده، دي المسلوقة معانا، اللي حابب ياكلها مسلوقة كده اهي، ريحتها وطعمها، البهارات بتاعتها مظبوطة، مفيش أي غلطة كده. عايز اشوف اللي اتحمرت كمان. زي ما قلتلك تقدري تشيليها وهي مسلوقة كده أو وهي مش مسلوقة وتنزليها تبتدي تستخدميها. تعالوا نبقى نرص بعدين. يلا كده، ده نص كيلو لحمة مع 3/4 كيلو من الرز. شايفين عامل لنا كمية حلوة قوي. في واحدة كمان كبيرة نجيبها، عامل كمية حلوة جدا تكفي أسرة، ممكن ناكلها على وجبتين مش وجبة واحدة. نقلبها تاني، نخلي بالنا وشغالين في كل حاجة اهو كده. تعالوا نغرف بقى مع بعض اللي هي الصغننة بالشوربة بتاعتها كده. شايفين شكلها جميل على قد القطمة كده اهو، مع شوية الشوربة. نقعد نصطادها بقى. يعني افكار، نوعي وغيري في اطباقك وفي اكلاتك. اكله خفيفه بدون صلصه، بدون تسبيك بقى وكده، فتبقى سهله جدا ولذيذه جدا. خلاص خلاص، ننزل بشويه شوربه حلوه قوي كده. نجيب طبق، تقدري تاكليها بشوربه، تقدري تاكليها مسلوقه، بس تقدري تاكليها متحمره. هنعمل اطباق دلوقتي، نجيب طبق كمان معانا كده، ناخد دي. معلش بقى نستعيرها من هنا. فكرتها سهله وبسيطه، جربوها هتعجبكم جدا. يلا نطلع بقى دي، خلاص تهيألي كده ايه، كده كفايه قوي عليها. اسيبها تصفي بس حاجه بسيطه، هي مش هتبقى شاربه زيت ولا اي حاجه اهو. عايزه تطلعيها على مناديل، على مصفى على طول، سهل جدا كده. كل حاجه هيبقى ليها طعم، هي نفس المكونات بس لو كلتها مسلوقه ليها طعم، لو كلتها متحمره على اصولها زي ما بتتعمل برضو ليها طعم. في بيعملوها بقى رق من كده خالص شويه، وبتترص في الحله زي كاننا بنعمل المحشي بالظبط. تعالوا ننزل بدول كمان كده معانا بالمره، وكانها بنرصها في الحله زي المحشي بالظبط. لكن انا صراحه بفضل الطريقه دي، بتكون اخف وافضل شويه. ولو حد عارف يقول لنا ايه الفرق بينهم يعني، بس انا اعتقد ان مفيش فرق. يلا بينا كده. طب نجيب حاجه بقى نقدم فيها، او نحط كده ايه الجرنش بتاعنا. اوكي مش عايزين اكتر من كده يا فندم. ادي الكوبيبه الغمراوي المسلوقه بتاعتنا. طيب السؤال بيقول تختلف ايه عن كفته الرز؟
تختلف ايه عن كفته الرز؟ انا مش عايزه عشان بس ما نلخبطهمش، بس هي هي نفس الفكره، رز ولحمه، بس المقادير النسب مختلفه. الرز اذا كان مطحون او مش مطحون، او ناعم قوي او مش ناعم قوي، هو ده اللي بيفرق معايا. دي بتتسلق، التانية بتتحمر وتنزل في صلصه، لكن دي بتتسلق زي ما احنا شفنا كده مع بعض، مش بتتسبك ولا اي حاجه خالص، بتبقى مسلوقه وخفيفه نوعا ما. ادي الكوبيبه المسلوقه معانا اللي ممكن تتاكل كده عادي جدا، وهنطلع بقى كمان اللي متحمره معانا في البيض بس بدون اي بقسماط ولا اي حاجه. الكفته الرز على فكره نقدر نعملها، لو انت بقى عندك كفته رز ومش عايزه تعملي من اول وجديد، اقول لك تعملي ايه. هاتي نص كوبايه رز او كوبايه رز، واغسليها ونشفيها واطحنيها طحنه، واعجنيها تاني مع الكفته بتاعتك، وصبعيها زي ما احنا صبعنا، هتديكي نفس النتيجه، واسلقيها هتديكي نفس الفكره والنتيجه دي بالظبط، مش كتير يعني. وبعدين احنا قلنا نتصرف، لازم نتصرف يعني. اللي عايز ياكل كوبيبه يعني، حلو، اقلب دي بس كده. يلا احنا لسه عايزين نقدم المكرونه كمان، طبق المكرونه بتاعنا ما ننساهوش كده. يلا ننزل بيه المتحمره كده، دي طعم ودي طعم، حابه تعملي كده حابه تعمليها كده، براحتك خالص. افكار للتقديم مش اكتر، صنف واحد تقدري تقدميه بكذا طريقه وكذا شكل. تعالوا نغرف بقى المكرونه بتاعتنا، تعالي هنا كده، او ما فيها معلقه. يلا ادي المكرونه بتاعتنا، شايفين مفلفله خالص زي الرز بالظبط كده. ما مش لازقه هي المعلقه بس، اهو شايفين مش لازقه ولا اي حاجه اهي. خفيفه، مش يعني مش هتلحقي تعملي رز، عايزه تعملي حاجه سهله وسريعه. المكرونه دي حلوه قوي، ما بتاخدش وقت في التحمير، بتتحمر بسرعه جدا. فين بقى نحط؟ فين عايزين نحط؟ طيب نقدم بس المكرونه بتاعتنا. اوكي يا فندم، اوكي، نحط الطماطميه بتاعتنا وشويه جزر كده يغيروا الشكل واللون، وتاكلوا بالف هنا وشفا الكوبيبه الغمراوي بتاعتنا النهارده، وعملنا جنبها المكرونه المحمره، وكمان عملنا مع بعض المشروب الجميل جدا المنعش جدا اللي يا ريت تجربوه، هيعجبكم جدا جدا، الشاي الاخضر بالنعناع والليمون. في الجو ده لسه احنا الجو حر شويه يعني. طب بس اظبط كده اهو، بس دي اطباقنا النهارده، خلصنا معاكم حلقتنا النهارده من مطبخ لايف، سعدت بيكم جدا، انا دينا موسى، اشوفكم في حلقه جديده ان شاء الله من مطبخ لايف، الى اللقاء.